السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تعددت ممارسات الميليشيات الولائية المنضوية ضمن لواء ميليشيا الحشد، وتنوعت ما بين قتل وتغييب وتعذيب. ولعلكم تذكرون ما حصل خلال اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري بعد تعرضهم للقمع على يد ما يعرف بأمن ميليشيا الحشد، كما أكدت مصادر مطلعة حينها. طبعا في ذلك الوقت ارتكب الجهاز الأمني المرتبط ارتباطا وثيقا بالمدعو أبو فدك أحد قيادات ميليشيا الحشد، ارتكبوا مجزرة مروعة راح ضحيتها عدد من المتظاهرين بعد اختطافهم وتصفيتهم داخل القصر الجمهوري، كما تحدثت المصادر وقتها. من بين المغيبين الذين انقطعت أخبارهم بعد تلك المجزرة الشاب بلال مؤيد حاتم داود، والذي طالبت والدته بمقطع مصور جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن مصيره بعد انقطاع أخباره. دعونا نشاهد جانبا من مناشدتها. مكان ما رحت له، وين ما رح عاد يعطيني المشكلة. يعني ابني شلون، يعني وين ألقي ابني؟ وين القيام؟ وين القيام؟ ما بالهال عيني، وين القيام؟ ما بعد قلبي يوم. انت بتعوفني يما، شو عرفتني يوم؟ شو عرفتني يما؟ انت بتعوفني يوم يما، انت شد حنين علي يوم. وين عرفتني يما؟ يما البيت ينعش علي يما بالهال يوم. انت قابلي بعد اقوم يوم يوم، جد اخاف عليكم ومن الصورة الكبيرة يوم. اقبل يوم، سبقت لي من صورتك يوم. يوم كل من يسمع صوتي ويشوفني يوم، يوم اللي يحب الله ويحب الرسول بس يدلني الطريق من هون. والله يحجي وهو قاعد يوم، بس يدلني طريق ابني يوم. تعبت يوم وتعبت يوم وتزيوم. مشاهدينا الكرام، نستمر مع حضراتكم في ملف انتهاكات الميليشيات في العراق. ما تنفذه الميليشيات الولائية من أعمال لصالح إيران وتغولها في العراق أمر واضح للجميع. أفادت مصادر أمنية بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول بإطلاق النار عليه وسط العاصمة بغداد. هذا المواطن الأمريكي تعرض، والذي يعمل في منظمة إغاثية دولية ومدرسا في مركز لتعليم اللغة الإنجليزية، تعرض إلى إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته في منطقة الكرادة وسط بغداد. أوضحت المصادر أن الإصابات كانت في منطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد القريبة من المنطقة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. وكالة رويترز قالت إن المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وفشلوا في ذلك. في غضون ذلك أعلنت ميليشيا ما يعرف بأصحاب الكهف مسؤوليتها عن مقتل المواطن الأمريكي. وذكرت الميليشيا أن عملية قتل ترول جاءت انتقاماً لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد السابق أيضا. وتشير مصادر مطلعة إلى أن ميليشيا أصحاب الكهف تمثل واجهة لميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وأن غالبية التحليلات تشير إلى أنها جندي ينفذ أجندة الحرس الثوري والمرشد الإيراني علي خامنئي. دعونا الآن مشاهدينا نشاهد المقطع الأخير الذي نشره المواطن الأمريكي الذي قتل في الكرادة، وهو يعلن عن دورة مكثفة باللغة الإنجليزية هناك قبل أن تنهي حياته ميليشيا أصحاب الكهف. لنشاهد. Got some really good news for you. As you've probably already seen on the Facebook, we have some classes that we're going to be beginning in Kerada.
We've had several folks ask us about classes, English classes in Karada. We're going to have several level classes. We're going to offer, God willing, we're going to offer IELTS and TOEFL preparation course. We're also going to have level classes, of course, offered by our Iraqi teachers, but we're also going to have native teachers offering the upper level classes as well. طيب. موضوع انتهاكات الميليشيات وما تقوم به داخل وخارج العراق لا يقف عند هذا الحد. وننتقل الآن من داخل العراق إلى إيران مشاهدينا الكرام. ويبدو أن ميليشيات الحشد تحولت لبندقية مأجورة بيد خامنئي بشكل رسمي بعد مشاركتها في القتال لصالح مشروعه في سوريا، اليمن وغيرها، كما تؤكد مصادر صحفية. وتبين المصادر أن أحدث مشاركات هذه الميليشيات في القتال خدمة للمشروع الإيراني كانت في إيران نفسها لقمع التظاهرات المتصاعدة هناك منذ نحو شهرين. طبعا موقع إيران انترناشنال المعارض نقل عن مصادر صحفية اشتراك فصائل من ميليشيات الحشد من العراق إلى جانب ميليشيا حزب الله اللبناني في عمليات القمع للتظاهرات التي تجتاح عشرات المدن الإيرانية. واستندت المصادر إلى معلومات موثوقة عبر تسجيلات مصورة لرجال ينطقون العربية وهم يضربون المتظاهرين المشاركين في التظاهرات التي انتشرت في مختلف أرجاء العاصمة بمختلف أرجاء إيران بما فيها طبعا العاصمة طهران. بيّنت تلك المصادر أن لكنة المتحدثين بالعربية كانت لبنانية وعراقية، وقد لعب هؤلاء دورا محوريا في عمليات القمع أسوة بالدور المناط للقوات التابعة للشرطة والبسيج والحرس الثوري الإيراني. طبعا في هذه الأثناء تداول ناشطون إيرانيون تسجيلا مصورا لعبور حافلات تقل مقاتلين من ميليشيا الحشد الحدود العراقية الإيرانية عبر منفذ مهران بعد قدومها من منفذ زرباطي الحدودي من محافظة واسط. دعونا نشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا لعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع وهذا الموضوع بشكل عام. أبو محمد يقول: هناك تخادم فظيع بين النظام الإيراني والميليشيات العراقية بالاسم والتابعة لولاية الفقيه في إيران. عمار كاظم الرباعي يقول: غصبا عليهم يروحون لإيران يقمعون المحتجين لأن هذه الميليشيات مرتزقة وخدم وعبيد لنظام الملالي الإرهابي. مراد لطيف زكي يقول، أعتقد لطيف، ضع المجرم المناسب في المكان المناسب، لهم خبرة 20 عام من القمع والتنكيل والخطف والقتل والتهجير لشعب العراق. تعليق من ساجد الزيدي يقول: لازم أمورهم مليوصة وخارجة عن السيطرة، دزوا على أهل الخبرة بالقمع للمساعدة. طبعا هذه بعض التعليقات التي توفرت مشاهدينا الكرام، نأتيكم دائما بشيء مختصر نظرا لضيق الوقت. ونستقبل السيد محمد بن كربلاء، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أشكر قناة الله فدين الدؤوبة الخلوقة التي تخلق الحدث وتجعله في الصميم نظرا للأمور التي تجري في العراق. وأنا أحيي كادر قناة الرافدين، وأحيي الأستاذ محمد الطيب الخلوق وكل الكادر طيبين خلوقين، وهم اللي علمونا، هم اللي علمونا على 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 أن نمضي على الوطنية، لأنهم منبعهم طاهر. شهيد الله خلي يسمع العالم، منبعهم طاهر، ما عندهم اتجاهات خارجية من على قناتهم، قناة الرافدين، قناة يعني قناة العراق، لا قناة قطر ولا قناة إيران ولا قناة. خلي يتعلم الشعب العراقي أن كله يشترك في هذه القناة. هاي قناة الوطن، هاي هي المنقذ، لأن كادرها مثقفين وأكاديميين وأساتذة
غير هؤلاء اللي كابينات اللي تجي الوزراء كلهم 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 ذولا مزورشيه يزورون شهايد ويجيون يسوون هنا يدمرون البلد الهز المناسب في المكان المناسب. اين وجد انا وجدت هذه النظريه؟ هاي هاي هاي, هاي واحده. ثانيا انا اكره امريكا لانها دمرت العراق، ولكن انا ادين الفصائل التي قتلت هذا المواطن الامريكي، واحنا مو من دعبنا ان نقتل ضيف. هذا اول نعمل في مجال حقوق الانسان في في منظمات اغاثيه، نعم، في المجتمع المدني، يشتغل في المجتمع المدني ويقدم اللغه يعلم. ليش تقتلون انت شنو من بشر؟ انت شنو من عالم؟ انت شنو الله خلقكم؟ دمرتوا للعراق. استحي شويه، خجلوا. اسال الله ان لا يوفقكم ان شاء الله. عمي انتوا دمرتونا، انتوا اصلا مو اهل للمسؤوليه ولا اهل المسؤوليه. انتوا ديدبكم هذا القتل والعار. وحدوا العراق، وحدوا الصفوف، وحدوا هذا. شنو خلط الاوراق؟ يطلع واحد قبل شويه يقول خلط الاوراق. شنو خلط الاوراق؟ هاي شغلتكم، هاي شغلتكم. مواطنا ليش تقتلونا؟ الله يلعن امريكا وينعل بول هذا. طيب. اسمه هذا بريمر الكلب، ابن الكلب اللي جاب لنا. طيب. المحاصصه وجابنا وجتمتوا على صدورنا. سيدي الله ينتقم منكم. نعم. أشكر ان شاء الله. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا نقدر ونتفهم انفعالك، لكن قدر المستطاع مشاهدينا نحاول بس نحافظ على لباقه الكلام وادب الحديث والحوار بدون الفاظ خارجه او تجاوزات، فقط مراعاه للمشاهدين. عموما انا اشكر حضرتك سيد محمد من كربلاء. طبعا بشكل عام المواطن العراقي يعني ممتلئ غضبا من ما يحدث في العراق، أسبابه طبعا الولايات المتحدة مثل ما قال السيد محمد، وتبعات الاحتلال بحكومات متعاقبة دمرت البلد ونشرت الميليشيات اللي اليوم أصبحت أداة لنشر الرعب والإرهاب داخل العراق، وهذا الشيء طبعا ليس غريبا وليس جديدا في هذا البلد. نكمل مشاهدينا الحديث مع حضراتكم ونعرض لكم ما لدينا أيضا من مواضيع مختلفة في هذه الحلقة. نأتي إلى كارثة من كوارث جديدة حلت طبعا على العراق، وهي وزارة التعليم العالي بوزيرها الجديد التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي. أثار قرار وزير التعليم الحالي التعليم العالي والبحث العلمي التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي، أثار قراره الجديد باستحداث عدد من الكليات الطبية في الجامعات الأهلية التي تديرها الأحزاب وميليشياتها. هذا القرار أثار استياء شعبيا كبيرا ومخاوفا من تأثير ذلك على الرصانة العلمية في البلاد في ظل انهيار التعليم وخروجه من قوائم قياس الجودة العلمية. طبعا مدونون وصحفيون تداولوا كتبا رسمية بينت استحداث كليات طبية في جامعتي الكفيل والعين، فضلا عن كلية للصيدلة في كلية النخبة للجامعة، ويأتي الإعلان عن استحداث هذه الكليات بالرغم من اضطرار العشرات من خريجي التخصصات الطبية في العراق للانتظار سنوات عديدة قبل حصولهم على وظيفة في المؤسسات الصحية الحكومية، وبالرغم طبعا من الوعود المتكررة بضمان التعيين المركزي لهذه التخصصات وسط مخاوف حقيقية من وقوع الآلاف من خريجي كليات الطب والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى من الجامعات الحكومية الرصينة في فخ البطالة خلال السنوات القادمة. خلونا نعرض لحضراتكم الأمر الوزاري هذا. كما تلاحظون استحداث كلية الطب البشري بجامعة الكفيل في محافظة النجف للعام الدراسي الحالي والقادم طبعا 2022-23 وللدراسة الصباحية فقط، وبطاقة استيعابية 108 مع ضرورة استكمال المستلزمات المادية. طبعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد أقر بمعدلات جديدة في الجامعات الأهلية للكليات الطبية أو التخصصات الطبية منخفضة جدا مقارنة بالجامعات الحكومية، وهو يطرح سؤالا مهما: ما نوعية الأطباء الذين سيتخرجون وهم دخلوا كلية الطب بمعدلات منخفضة؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم باستعراض هذه الكتب التي صدرت طبعا من وزارة التعليم العالي. هذا كتاب أيضا باستحداث كلية الطب البشري بجامعة العين في محافظة ذي قار لنفس السنة الدراسية، أيضا نفس النظام دراسة صباحية فقط، بطاقة استيعابية
140 140 طالب طبعا. وهذا كتاب لكلية النخبة الجامعية الموافقة على استحداث قسم الصيدلة، وحدثت الموافقة كما تلاحظون التاريخ قبل بضعة أيام على استحداث قسم الصيدلة في الكلية للدراسة الصباحية وبطاقة استيعابية 84 طالب أمام حضراتكم. طبعا كما قلنا مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع يطرح تساؤلات كثيرة حول طبيعة ونوعية الجيل القادم الذي سيتخرج من هذه الجامعات الأهلية، إن كان يملك المال ولا يملك القدرة على الدراسة فسيدخل ويصبح طبيبا على حساب أرواح المرضى العراقيين طبعا. وهذا الموضوع يسبب خطر قادم على مستقبل العراق العلمي، خاصة وأن الوزير الذي تبوأ هذا المنصب هو أيضا مطعون بشهادته، خاصة وأنه قد حصل عليها كما قلنا سابقا من الجامعة الإسلامية في لبنان، وهي جامعة غير معترف فيها بالعراق بناء على أوامر صدرت من وزارة التعليم العالي سابقا بأنها لا تعترف بمجموعة من الجامعات اللبنانية نظرا لأنها دخلت في إطار منظومة فاسدة قامت ببيع الشهادات لمسؤولين عراقيين، وهذا الكلام طرح في لبنان بشكل واضح. دعونا نعرض لحضراتكم التعليقات التي وردت. نادي علي تقول: ترى الطب مو تجارة، هاي أرواح ناس، يعني من تفتح كلية أهلية طب بشري راح توفر المقومات اللي تخرج أطباء أكفاء، أو حيكون دخولها للي يستحقوها لو هم تقبل معدلات بالسبعين. ضفاف تقول، ضفاف عباس: هو يعرف أنه هاي الجامعات ربع كادر وبدون مختبرات وبدون مستشفيات تعلمهم، يقبل هو يتعالج يمهم، أستاذ واحد يدرس أربع مواد وما حد يرسب ولا يترقن قيده، يعني ناجح ناجح. أنور شريف يقول: الوزير حاليا مسوي عرض وبي تخفيضات، منو يريد يفتح كلية طب خليه يجي أوقع له. حسان يقول: وزارة كبرها شقدها، صار كتابين رسميين بها مكتوب بها وزير العليم، تحياتنا للرصانة. معنا اتصال السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وياك أبو عمر الشفي من الناصرية، شلونك عمي؟ أهلا وسهلا يا أبو عمر، كل الهلا، حياك. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك، تفضل يا أبو عمر. طبعا عمي هم جايين يدمرون البلاد، يعني ما جاي يدمرون الشعب ويدمرون البلاد، دمروا البلاد، يعني هذا بس الخريج دكتور دكتور صيدلاني، يعني بنوا حظك، يعني هو يتخرج جاي بالشارع جاي يدور على وظيفه. يعني ايش بدهم هم؟ يعني دوم يطلع هيكي يبقى الشعب العراقي هيكي. بس انا اقول مع الاسف على الشعب العراقي، مع الاسف على الشعب العراقي، وهو على ما يقوم ويسوي ثوره عليهم دولة ما صيرهم كل شارة كله وعود كاذبه، ماكو وعود صادقه يا محمد يا عمي. دولة بقول على يعني والله دمروا البلاد، يعني شلون دمروا؟ والله ما يعني مو مشكله، يعني مشكلة يعني بس احنا يعني بس احنا عراقيين، يعني والله تمرط عمي، الله شاهد والله جيان، يعني لا يجي وراهم حكي، يعني مشكلة دولة مشكلة، يعني ما ادري العراق ما الابطاءات هو، على العراق ما الواحد خلي يقولون على العراق، يعني على هم العراقيين خلي يقولون، احنا يعني مو عراقيين بس هم عراقيين، جيان عمي شدوا من العالم، عمي حطمت العالم، الشعب كله حطمتوا الشعب، البلاد حطمتوا، خليتوا جدي والله، يعني اليوم مظاهرات من الناصرية خريجي يعني خريجين كادر، يعني ليش يعني خريجي يبقى بالشارع يا محمد؟ يعني اكو شي دولة، يعني ما باكو حقوق انسان، يعني البشر العراق لا حق، يلا ولا اللي يحشي انا حشكت له،
يعني مشكلة يعني لا. مشكلة مشكلتهم دولة. أنا مشكلة أشكر حضرتك مشكلة. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، وأعتذر منك أيضا لأنه لدينا متصلين ينتظرون. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. حياك الله. والكادر عمر أنت هم من 2003 تدبير العراق لا صحة لا علم لا زراعة لا هم كلها يشتغلون صالح إيران خوالهم العجم. هذا أكتب على الأمريكي الكتلوب منطقة الكرادة. نعم. هذا شنو ذنب كتلتوا؟ أنتم ميليشيات تابعين لإيران، شنو ذنب خد علي؟ أنت ترى السيرة جاي واصل لك إن شاء الله. الحين يرجع لكم أطرام، لأن الحين عن تنفة الباقون. أنتم كلكم تشتغلون صالح إيران. أنتم المراجع القاعدة بالنجف. طيب. عندي ملاحظة أستاذ محمد. تفضل. واحد من المعممين عنده مزرعة تكرم أنواع الحيوانات يودي لها لحوم بآلاف الدولارات والشعب كتله جوع. نعم. ترى تبلغ الله دمروا لي العراق. شكرا سيد محمد من أمريكا، أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة. دعونا مشاهدينا الكرام نكمل مع حضراتكم ما لدينا من فقرات أخرى ضمن هذه الحلقة، ومواضيع طبعا متنوعة. تتراكم ملفات المشاكل على العاصمة بغداد منذ 2003 دون أي حلول لها رغم الميزانيات السنوية الضخمة المخصصة للعاصمة. أبرز ما تعانيه بغداد منذ نحو عقدين ما يتعلق بأزمة السكن مع الزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية، وجود عشوائيات التي تتوسع باستمرار طبعا، وتراجع منظومة الكهرباء، الاختناقات المرورية، تكسر وتهالك الطرق والمجاري، كذلك المياه الصالحة للشرب القليلة الواصلة إلى المنازل، تكدس النفايات، التجاوزات على الطرقات، التجاوزات على التخطيط الأساس للمدينة. ومن الأسباب التي جعلت من بغداد واحدة من أسوأ المدن هو تراجع الاهتمام بإدامة المساحات الخضراء وزيادة نسبة التصحر فيها. هذا الموضوع جاء بسبب التجاوزات الحاصلة على المناطق الخضراء والحدائق العامة وتحويلها إلى أماكن سكنية أو محلات تجارية، بالرغم أيضا من إقالة أمين بغداد علاء معن من منصبه قبل نحو 6 أشهر على خلفية اتهامات وجهت للأخير بتهم فساد وتقاعس في أداء الواجبات المناطة إليه. لم يتغير واقع العاصمة نحو الأفضل، بل سار نحو الأسوأ بسبب استشراء الفساد في كافة مفاصل الدولة. طبعا في غضون ذلك انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو انتشرت مقاطع حول الحال المزري للعاصمة بغداد، لا سيما من مدخلها الشمالي، وتداول الناشطون مقطعا يبين كارثة مدخل بغداد من ناحية التاجي في ظل الإهمال الحكومي وفشل أمانة بغداد بالقيام بواجباتها. لنشاهد. يا أمانة بغداد محافظة الله يساعدهم. تشوفون هذا الطريق شلون؟ تشوفون دمر العالم، دمر سيارات العالم، ازدحامات. انتم ما تستحون يعني غيره ما عندكم مثلا من يطبون من هنا 50,000 وزارة خدمية على اساس 50,000 هيئة وموظفين وآليات مطاولات، ويوم يجيب تعال يودي موازنات. ما تستحون على هذا الحال؟ قلكم هذا مدخل بغداد، هذا الطريق المؤدي إلى سيطرة الشؤون. ما تخجلون، ما تستحون، غيرة ما عندكم، شرف ما عندكم. الله ينتقم منكم على الشوارع هاي. والله ضاع الشوارع كلها انقاض وخراب، ضاع دمار. طبعا يبدو مشاهدينا الكرام هذه المقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي واللي صورها ويوثقها المواطن العراقي بين فترة وأخرى أصابت محمد الشيع السوداني بالحرج، كونه يدعي ترأس حكومة خدمات بعد أن قطع على نفسه سلسلة من الوعود المعنية بتحسين واقع العراق، ليجري على أثر ذلك زيارة إلى أمانة بغداد ويقر بالفشل الذريع في ملف الخدمات، وأشار إلى حجم التجاوزات داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق في العاصمة اللي تسببت في تلكؤ المشاريع الخدمية. أكد السوداني أن كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال وقد شابتها شبهات فساد، وبين أن السمة الغالبة للوضع في العاصمة هي الزحامات المرورية، واعترف أيضا خلال الاجتماع
أن بغداد تعيش واقعا مترديا لا يليق باسمها، بالرغم من كل الموازنات الانفجارية في خطوة عدها مدونون بمثابة ممارسة دور الناشط المدني الذي يعلق على انهيار الخدمات دون أن يمارس الدور الفعلي في إصدار القرارات التي من شأنها تطوير الواقع. دعونا نستمع حتى نعرف خطورة عملنا كدوائر خدمية. من يتأثر أو ينحرف الأداء بشكل سلبي ممكن يتأثر النظام السياسي للبلد. المواطن اليوم في بلد إيراداته بالشهر 10 مليار دولار، موازنات انفجارية، وواقع الحال في العاصمة احنا نتكلم بهذا المستوى اللي ما اعتقد يختلف اثنين على انه واقع متردي لا يليق ببغداد، هذا الاسم الكبير، هذا التاريخ. انا هسه مو رئيس حكومة، مواطن، اريد اتحدث بالمشاهدات اللي عندي، شنو اللي اشوفه في بغداد. اولا ماكو شيء منجز يوازي حجم الانفاق والاموال التي تخصص. انا قاعد اسمع بالموازنات والاموال والتخصيصات، مو ذيك المشاريع، اكو كم مشروع، بس بشكل عام ماكو شيء لافت للنظر يوازي هذا الانفاق. دعونا نتابع سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. علي كريم يقول: كل هذا الحكي نعرفه وكل الشعب يعرفه، لكن نريد معالجة أو حلول جذرية. عبد الله خالد يقول: جميع أو أغلب الجالسين لصوص أو غير كفاءات، ولا يمكن أن يقدموا شيء لبغداد وللبلد. مروان الطائي يقول: بغداد الرشيد منذ 20 عاما لم يلبسوها حلة جديدة، برغم هالموازنات الانفجارية بقت في حلتها القديمة وتهالكت مع الأسف. وصبيحة عباس تقول: والله المفروض تتسمى خيانة بغداد مو أمانة بغداد. المفروض كل المدراء ومدراء الأقسام والموظفين المسؤولين بالمباشر على الخدمات يحالون للتحقيق وفصل من الدوام لأن دمروها البغداد. أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بالبداية أحيي عائلة ستيفن، لأنه من بارحة اليوم متألم عليه جدا، رجل مهني محب للعراق، جايب عائلته وبناته وابنه وعايش بالعراق، تروح على شنو؟ شنو علاقته بالسياسة؟ هاي واحد. اثنين، بالنسبة للجامعات الأهلية، أغلب الجامعات الأهلية ترى تبيض أموال للسياسيين، معروفة هاي الشغلة، يعني هم من يحاربون التعليم الأساسي والتعليم الحكومي من أجل أن يمشون تعليم الأهلي الأولي والجامعي. معروفة العملية تبيض أموال 100%، إضافة إلى المشاريع الأخرى مثل مشروع المدينة المائية اللي بالنجف اعترت، كلها مصالح. المشكلة هسه أنت حضرتك تحكي على بغداد، هاي اللي سنة 79 الشيخ زايد يقول له صدام حسين، يقول له الله يرحمهم اثنيناتهم، يقول له يعني شلون اقدر اسوي ابو ظبي مثل بغداد؟ شوف بغداد وين صارت والامارات وين صارت. هاي سببها انه ناس مو مهنيين لولا، ولا ناس محبين للبلد، ناس جايين يشرعون قوانين لخدمتهم وخدمه احزابهم وخدمه اهاليهم الموجودين بالخارج. فلذلك لا تتامل من دون خير. سيد ابو احمد، اكو تعليق حقيقه كلش مهم، أنه محمد الشيعة السوداني جالس مع مجموعة قاعد يتكلم عن المساوئ الموجودة وضعف الخدمات وانهيار البنية التحتية وكل هاي الأمور والتفاصيل. هو يريد يسوي على أساس وفق كلامه، يريد يسوي ويصحح، لكن اللي جالسين حواليه والشخصيات اللي اختارهم لإدارة شؤون البلد من الوزراء أغلبهم متهمين بالفساد ومطعون بنزاهتهم وبأمانتهم. هو غير المفروض ينظف الوزارة وينظف الدولة بمؤسساتها من الفاسدين، وبعدين تعال اطلع أمام الإعلام مارس دورك بإبلاغ الرأي العام أن أنت ايش راح تسوي من خطوات، غير التنظيف يكون من الداخل؟ أكيد أستاذ محمد العزيز، هي المشكلة. هو صار فترة يعني قام بأعمال وزارة الصناعة، على الإطلاق نسبة 90% من وزارة الصناعة فاسدين، كلش ما قدر يسوي. ليش؟ لأن كلهم محسوبين معاصفة على الأحزاب، ما يقدر يتحرش فيهم. وكذلك الآن هو يتمنى، ولكن الواقع عكس ما يتمناه هو. يعني هو يتمنى يطلع، بس يا فاسد يقدر يطلع. بالعكس
كل واحد راح من اول خطوه خطاها انه يريد يعيد انتخابات مجالس المحافظات. انا غسلت ايدي بالصابون قلت هذا نهائيا ما يفكر بالاصلاح، لان مجالس المحافظات صار لها 4 سنوات ما موجوده والبلد ماشي والمحافظات ماشيه. فانا ما متامل الدولة خير نهائيا، بس ندعو من الله ان شاء الله الله يحفظ العراق ويحفظكم. هي هاي ندعوها ما عندنا غيرها يعني ان شاء الله. شكرا وما يطيل عليكم، شكرا جزيلا لك. شكرا. اشكرك سيد ابو احمد من بريطانيا. مشاهدينا الكرام نريد نروح الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم بشأن مواضيعنا في هذه الحلقة. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دعونا نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا، وهو الفساد المالي في العراق، حيث ينفق على مشاريع يقال أنها مشاريع أموال طائلة من أموال العراقيين من قبل السلطة، وتتقاسم بسبب الفساد هذه الأحزاب المغانم الواردة من هذه المشاريع. طبعا لدينا مشكلة، وهي مشكلة البنايات طبعا الآيلة للسقوط في محافظات عراقية مختلفة في مناطق مختلفة. دعونا نتابع مع حضراتكم هذا المشهد لإحدى البنايات المهددة بالسقوط من قبل، طبعا مهددة بالسقوط على المواطنين، ولا توجد هناك أي معالجة لهذا الموضوع. لنشاهد. طبعا مشاهدينا الكرام ما شاهدناه هو مبنى جامعة أوروك. طبعا كنا قد عرضنا هذا المقطع قبل بضعة حلقات بشأن وجود تشققات في داخل بناية الجامعة، وكانت هناك شكاوى من الطلبة بشكل مستمر. هذا الموضوع يبدو أحرج إدارة الجامعة، فقاموا كما تلاحظون بترقيع هذه الشقوق عن طريق بعض المعادن التي وضعت لإخفاء أثر التشققات الموجودة في جدران البناية الجامعية المهددة بالسقوط على الطلبة في أي لحظة. لم تكن هناك معالجة حقيقية، بل السؤال هو كيف أصلا تبنى هذه الجامعة بعيدا عن المواصفات والمعايير المطلوبة في البناء. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا يتجلى خطر المباني الآيلة للسقوط بكثير من الأمور، ومن ضمنها طبعا مبنى التحليلات المرضية الذي سقط قبل بضعة أيام وأودى بحياة كثيرين، طبعا التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط بغداد. وهذا الموضوع تسبب في مقتل كما قلنا وإصابة عشرات المواطنين. أيضا هناك صور خطيرة أخرى لمباني مهددة بالسقوط على من يعملون فيها، أو يعني
طبعا هو بالنسبة للمؤسسات الحكومية، هناك مبنى آخر هو مبنى البطاقة الوطنية في محافظة البصرة، هذا المبنى أيضا هو مهدد بالسقوط على المراجعين، وبحسب شهادة مواطن عراقي وثق أنه كيف قامت الحكومة بوضع المراجعين في كرفانات بعيدا عن هذا البناء بدل أن تعالج هذه المسألة من جذورها. لنشاهد. صدق أو لا تصدق، بناية عائلة للسقوط والناس قاعدة بكرفانات. أي والله صحيح خالد. مو هي بالموظف إذا هم بالسبعة لو بهذا الحال المزري. تفضل شوف العالم شلون قاعدة بكرفانات، مقاول فاسد سلم البناية هاي والعالم قاعدة بالكرفانات، ما يجي وزير الداخلية يشوف البناية. اي والله صحيح خالد. شبيه تفضل الله. موظف يداوم بالسبعة هو هذا الحل مال وزير الداخلية، حل كلبشات وكلوك. شوف العالم الصاير بيها، بناية آيلة للسقوط، وين هذا المقاول اللي سلمها؟ مو جديدة هاي البناية؟ الناس قاعدة بالكرفانات، موظف يداوم بالسبعة هو هذا الحل؟ شوف كرفانات، دائرة الوطنية في البصرة هاي مال البطاقة، كرفانات، العالم قاعدة بكرفانات، والبناية جديدة، ما حد اجى هنا وقال ليش هاي البناية؟ طبعا مشاهدينا الكرام نكمل فيما لدينا من مقاطع بشأن هذا الموضوع، ونبقى في محافظة البصرة التي تعاني فيها مدارس المدينة من الفساد المستشري والإهمال الذي يهدد أرواح الطلبة. ناشط من قضاء شط العرب في المحافظة أكد وجود ثلاث مدارس آيلة للسقوط فوق رؤوس الطلبة في ظل استمرار الدوام فيها بالرغم من المخاطر المترتبة على ذلك. بين هذا المواطن أن مدرسة شط العرب للبنات الابتدائية ومدرسة الضفة الشرقية ومدرسة الشهيد مجتبى تعاني وضعا مزريا ومخاطر حقيقية بسبب تقادم البناء والإهمال المتعمد بعدم معالجة هذه المشاكل من قبل الحكومة. لنشاهد. في قضاء شط العرب في مدرسة شط العرب الابتدائية والضفة الشرقية والمدرسة الثالثة نسيت اسمها، يعني هذه تريدونها تصير كارثة على تلاميذ قضاء شط العرب في هذه المدارس. يعني بالأمس القريب المختبر الوطني في بغداد انهدم ووقع على الناس وماتت، اليوم هاي المدرسة إذا وقعت على الطلاب والتلاميذ وماتوا من اللي يعوض أهل هاي الناس؟ من اللي ينشف دمعتهم؟ كافي مأساة، كافي هموم للعراقيين ولأهل البصرة، فوق مشكلة الماء المالح، فوق مشكلة الضيم، فوق مشكلة السرطانات، النوب ما نأمن على أطفالنا بالمدارس. لنتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعاء التميمي تقول اي والله يريدون يسوون بينا مثل ما صار بالمركز الصحي ببغداد، وتالي واحد يذبها براس الثاني والأهل المفجوعة أكلوها، ليش شنو ذنبنا؟ خلي يلقوننا حل، ما مستعدين نخاطر بأرواح أبنائنا في سبيل بوقهم. أبو دعاء يقول البناية آيلة للسقوط، من يتحمل مسؤولية أبنائنا؟ وجاءت لجنة من التربية تقول الطلاب جميعهم يداومون من الصف الأول إلى الصف السادس، علما توجد مدارس دوام ثنائي وهذه المدرسة فيها دوام ثلاثي. ليث المياحي يقول تعال شوف مدرسة الريف الزاهر بالصالحية، مدرسة كرفانية سريعة الاشتعال، هاي منو المسؤول عليها؟ ولدينا علاء المالكي يقول نسيت بعد أكو هواي وأكثر من هذا الواقع، مدارس منطقة الفيروزية شط العرب، هناك يبدو الكثير من هذه المدارس التي تهدد حياة الطلبة الذين يدرسون تحتها في صفوفها بسبب غياب المعالجات الحكومية والإهمال المتعمد كما يقول المواطنون. معنا السيد أبو عمر من بغداد. حياك الله أستاذ محمد المحترم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عمر. حياك الله وحيا الله قناة والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا العراقيين وكل العراق وكل العالم يعرف أنه قبل 2003 كان كيف وضع العراق بالتعليم أو وزارة الصحة أو كل الأمور اللي ما يشابه به المواطن العراقي إلا كان
أهمية هذه الوزارات ونجاح هذه الوزارات وتقديم يعني المساعدة للشعب وتقديم يعني نقدر نقول يعني الثقافة والعلم، كل هاي الأمور اللي قبل 2003 إنه كان المواطن العراقي إنه كان من يتخرج من الكليات والجامعات كان في يعني إلى دوره وإلى نجاحه وإلى يعني مكانه بالبلد، وكيف إنه المواطن العراقي كان إلى يعني نقدر نقول أهميته ووجوده يعني بالعراق أو في العالم كله أجمع. فكانت الدراسة عندنا دراسة يعني ذات إنه أهمية ودراسة إنه يعتمد عليها المواطن، يعتمد على الشهادة يعني نقدر نقول شهادة صحيحة، شهادة يتعلم بها كيف إنه يخدم بلده ويخدم الحكومة والحكومة كيف إنه تدعم إله لهذا المواطن. كانت هاي الأمور قبل 2003 المواطن العراقي هو يعيشه، لكن للأسف من 2003 لحد الآن أكثر من 20 سنة ما لاحظنا من حكومات هاي الحكومة العراق إنه كل الوزارات اللي عندنا في خصوص موضوعكم وزارة التعليم والتربية اللي كانت عندنا قبل 2003 كل الجيدة. طيب أنا بس عندي سؤال حتى يعني أريد نحكي بالواقع أبو عمر. وزارة التعليم العالي قررت بأمر من الوزير باستحداث كليات طبية بالجامعات الخاصة، أليس الأولى أنه يلتفتون إلى الخريجين من الكليات الطبية وتعيينهم بالمستشفيات، بناء مستشفيات جديدة للخريجين حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين، بدل ما يروحون إلى مستشفيات إلى كليات أهلية يستحدثون بها كليات خاصة أو جامعات أهلية، يستحدثون كليات طبية جديدة بمعدلات قليلة حتى كل اللي عنده فلوس يروح إلى كلية أهلية يدفع حتى يصير طبيب، وبالنهاية حيتخرج شي يصير وين يشتغل؟ احنا عندنا أصلا وفرة بأعداد الخريجين وفائض ومدى يعرفون وين يودوهم، ليش دا يجيب ويفتح أبواب جديدة من كليات الطب وفي حين هو ما موفر فرص عمل للخريجين من الكليات الحكومية؟ استاذ محمد احنا نعرف كل زين بانه هاي الحكومه وسلطه الاحزاب ومن اتبعها اللي هو شيء اللي يفيد لها تروح تسويه من اجل المنافع ومن اجل يعني الاموال اللي راح تكسبه، يعني مو من اجل المواطن اللي كيف راح يكون يتخرج وراح يدفع فلوس مبالغ مادية من أجل أن يكون له شهادة صحيحة، شهادة يعني موثوقة من يعني من قبل الكليات أو الجامعات من أي قبل أي جامعة اللي هو راح يدرس فيها ونتيجة التفوق ماله اللي الدراسة طيب. اللي راح يحصل عليها، لكن للأسف اللي هذا التفوق هذا كله تفوق فاشل وتفوق إنه غير ناجح إنه يخدم بلد ويعتمد عليه المواطن العراقي ويعتمد عليه إنه بشكل عام يجيب شهادته من جامعات يعني بريطانيا وجامعات إنه تمام. سيد أبو عمر نعم وصلت فكرتك، أنا أشكر حضرتك. خلونا نكمل سريعا ما لدينا مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت، طبعا ننتقل إلى فقرة الهاشتاج، حيث جدد خريجو كليات العلوم اعتصامهم المفتوح وسط بغداد للمطالبة بإطلاق استمارة التعيين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي والذي حملوه مسؤولية عرقلة تعيينهم فضلا عن مسؤولية تفشي الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية على مستحقيها. تفاعلوا طبعا مع وسم اعتصام علوميين يا مجلس خدمة في موقع تويتر، وذلك بعدد كبير جدا من التغريدات جئناكم ببعض منها. سيف صلاح يقول: المجلس بعد تشريعه أصبح خط الصد الأول بوجه الخريجين ولم ينصفهم ولو لمرة واحدة، فهو فشل الفشل الذريع مع العلوميين، وأيضا توضح فشله مرة أخرى مع العلوميين واستماراتهم الأخيرة بحذف بعض الاستمارات وتفويت الفرص على البعض من التقديم بحجة التسجيل مسبقا. أسعد عياش يقول: سنجعلها رأيا عاما إن شاء الله من الثلاثاء لحين تحقيق كافة المطالب، الاعتصام مفتوح ومعلن للجميع. أحمد يقول: يرجى تغيير اسم مجلس الخدمة إلى مجلس ظلم العلوميين كونه متخصص بظلم هذه الشريحة. لدينا تغريدة من أم ملك تقول: كلمة الحق لازم تقال، المجلس الخدعة دمرنا وما عدنا إنصاف للخريج العلومي. ننتقل سريعا مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا زادت تجارة الأعضاء البشرية في العراق
مؤخرا نتيجة مجموعة من التراكمات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع نسبة الفقر وانتشار العصابات المسلحة التي استغلت تردي الأوضاع. القسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذا الموضوع، دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.